نحكيه مع مهتدى باش طبجي اللي جاب 19.61 في علوم تقنية مع معهد عبد العزيز الخوجة بقليبيا. مهتدى مرحبا. مرحبا بك. مهتدي ولا مهتدى؟ مهتدي. مهتدي عرفت روحي قلت الاسم بالغلط. أنا مجتهد حتى أنا ما جوزت تفوق ساعات ما عندي شو. مبروك يا سيدي. ألف مبروك. مش مبروكك هاو. معدل ممتاز جدا. مجهودات متاع سنين لقيتها في امتحان هام جدا في مسيرة كرة الميد والباك. قول لي كيفاه الأجواء وقتها؟ رقدت ولا ساعة البارح بالباهي؟ والله البارح ماك تعرف معناها الواحد يرقد ويقوم ما نجمش يرقد مرتاح برشا. صحيح. ما حتى تليفون ينقز ولا ميساج يوصل عند الجيران تقول جيني هكاك والله هكاك المخ مش فوق الواحد. المعدل توقعته 19.61؟ بون الحق انا معناها كي كملت الباك معناها هكا كنت متصور ابري باش قالي حاجه فوق 19 لكن ما تصورتش معناها هكا حاجه سمحه برشا تقريبا ال 20 صحيح. دونك خنذكر بالمعادلات قبل ما نوصل معاك مهتدي. بالنسبه للتكنولوجيا 19.70، رياضيات 19.25، علوم فيزيائيه 19.75، انجليزيه 18.75، فرنسيه 15، عربيه 14، سامحني فرنسيه 17 اي عربية 14، فلسفة 19، إعلامية 19.25، تكنولوجيا تطبيقية 20، ألمانية 20، والتربية البدنية 19.66. معادلات ممتازة جدا. ركزوا أكثر زادة وأنت مش تكون موجود في المدة الجاية زادة مع الفرنسية، لكن بالنسبة للغات الأخرى الإنجليزية والألمانية ما شاء الله عليك مهتدي. في وسط العام كيف كان المعدل؟ وسط العام والله المعدل السنوي نتاع البكالوريا 19.57. قد إيه؟ 19.57. مش غريب عليك معناتها 19. الحمد لله وصلناها معناها. الحمد لله يا رب. الحمد لله الحمد لله. هذا تعب نتاع سنين مش نتاع عام ولا اشهر فقط. صحيح. قول العائله كيفاش قلت لهم الاخبار؟ والله العائله معناها كانت فرحتين، معناها فرحة الاولى وقت شفت المعدل هذاك وما كنتش متاكد اللي انا معناتها الاولى الجمهوريه. ومن بعد عاد تاكدنا معناها كانت فرحه اكثر بكثيرين. الحمد لله. الحمد لله يا ربي ربي يفضلهم لك العائله لانهم اكيد راهو كيما انت تعبت واجتهدت هما زادوا تعبوا معاك وفما تضحيه حتى بالكلمه والمسانده المعنويه والماديه كله هي موجود. ايه باهي. شنو برمجنا توا؟ الاختصاص شنو برمجنا والله بالطبيعه معناها نزلت ما قعدتش هكا وخممت بالسمح، لكن اذا كانت توفرت منحه مانيش باش نرفضها. سينو تخمم في حاجه اخرى ما لو لو يعطيها المنحه تكون خارج تونس في الاختصاص بتاعها؟ لان حبينا وذكرنا معناها افاق التعليم العالي في تونس ماهيش ولا بد. دونك خذيت فكره انت من الاول مادام قلت لي ماهيش ولا بد. بالطبيعه يا اخي تو كي تشوف انت ليزونيفرسيتي في تونس معناتها الروم نتاعهم في العالم ما عادش اي ما عادش في مراتب متقدمه حتى في النسبه للجوده وغيرها للاسف معناتها مانيش موجودين في هذوكم. وانتم نورمالمون اليا ان المتفوقين يكون عندهم منحه لبرا ولا؟ لا هو بالطبيعه والاغلب معناها كي تجيب معادلات كيكا يكون عندك، لكن في بالي في بسكور معناها الاولويه بتبقى ديما بسكور. بسكور تكون جايب مره 19 ومن بعد عندها مده اي صحيح خاطر السكور لانه هو اللي يفهم. اي دونك ان شاء الله السكور يوصلك اللي تحب عليه ان شاء الله. وان شاء الله راوك متالق وبالطبيعه باش تخرج تقرا وترجع عاد. اي اي سينو ما حد فيها حد. اي شويه اما جوست معناها نحب ان ملحوظه صغيره. معناها حبيت نوري اللي راهو النجاح حبينا ولا كرهنا والنجاح بتفوق مش نجاح هكاك وكهو. النجاح معناتها والمراتب الاولى ديما راهي تكون حك المدرسه العموميه رغم كل اللي قاعد يصير معناها. اي حبينا ولا كرهنا للمدرسه الخاصه وحتى نشوف معناتها انا خريج المدرسه العموميه عمري دخلت البيلوت رغم اللي حتى في الكونكور نوفيام يخول لي معادلي ندخل البيلوت، لكن كنت رافض لاني مؤمن انه المدرسه العموميه بالكفاءات اللي فيها قادره على انها تنتج نوابغ. ما شاء الله عليك يا مهتدي. ما شاء الله عليك لانه الكلام في بلاستو وراه فكره وراه تفكير وقناعه واقتناع معناتها ماهوش كلام فقط يتقال. المعاهد العموميه سي مهتدي عندنا المجموعه نتاع المرسمين 112571 يعني تقريبا 81% من المسجلين بالنسبه للبكالوريا. الناجحين عندنا 45974 يعني نسبه نجاح 41.5%. بالنسبه للمعاهد الخاصه عندنا 18540 مرسم بالنسبه للناجحين 1667 فقط منهم تسعه معناتها نسبه 9.91 فقط نجحوا من المرسمين بالمعاهد الخاصه. كل التحيه والتقدير ليك مهتدي على المعدل على التفوق وزاده
على إيمانك بالمدرسة العمومية، لأنه كلامك يخلي بالطبيعة برشا تتجدد وتكبر ثقة متاعهم في المؤسسة العمومية.